إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، على بركة الله تعالى إذا أعلنت انطلاقة شوطنا العاشر من مجمل أشواطنا لهذا الصباح. نسير مع انطلاقة هذه الأسماء وهذه الشعارات لننطلق إلى الصدارة وإلى العنوان الأول، لنرى من يسيطر هنالك على المقدمة. هنالك شاهين وعبد الله بن فريج المرواني على الصدارة وعلى الانطلاق الأول، بينما ثاني الأسماء والوصول هنالك من انطلاق وتحدي وضاح حمد بن علي المري، ولكن القادم في هذه اللحظات وصل شعار صالح بن محمد الجني مع نواف، والقادم كذلك وصلت الأسماء ووصل الحجاز نواب بن فلحان القرشي، واصل في هذه اللحظات خامس الأسماء والقدوم من شعار محمد بن سلمان بن حمد العتيبي مع سياف، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى الانطلاق الأول لنرى وضاح واضحا على الصدارة وعلى الانطلاق الأول حمد بن علي المري ينطلق في هذه اللحظات. الأسماء قادمة لا محالة، هنا القادم في هذه اللحظات الباسل وسعيد بن حمد بن صالح المري، وكذلك القدوم من شعار عبد الرحمن بن سعيد المري مع العلال ينطلق في هذه اللحظات، والذيب قادم كذلك والتحديات شعار بن طحنون ينطلق، ولكن الصدارة والضاح ينطلق وحلال. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، انطلاقة حمد بن علي المري ينطلق في هذه اللحظات، ولكن حلال عبد الرحمن بن سعيد المري ينطلق في هذه اللحظات، وكذلك الذيب راشد بن علي الهاجري ينطلق، والقادم الله الباسل وسعيد بن حمد المري، ولكن وضاح وحلال الذيب والباسل. اللحظات الأخيرة، اللحظات الحاسمة، علال وضاح علال وضاح، يا باي الله انطلق علال هنا مع عبد الرحمن بن سعيد المري يخطف الناموس، لعله أقوى الأسماء علال مع الناموس. وسلام تحية واحترام لعبد الرحمن بن سعيد المري من خطف الناموس عند اللحظات الأخيرة. تهانينا وألف مبروك على التحديات. فكان الوصول من مهدي بن علي اليامي رابع ثلاثة مراكز، وضاح وحمد بن علي المري رابع المراكز. فكان الوصول من شعار مشوح بن عساف العنزي مع شاهين خامس المراكز.